نهار نور. أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور بيوتنا. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على سحورنا في الصيام، واتكلمنا على العادات الصح من الغلط، والأكلات اللي احنا محتاجينها، والأكلات اللي نحاول نتجنبها علشان نخلي صيامنا أسهل وأصح. النهاردة احنا هنتكلم عن الفول، وهو أشهر طبق على سفرة السحور في أي بيت مصري. الحقيقة أن الفول أقدم النباتات اللي عرفها الإنسان، ومذكورة في التاريخ أكتر من مرة. في أبحاث لقت أن الفول مذكور من سنة 7000 قبل الميلاد. الفول كانوا بيزرعوه قدماء المصريين، وكمان الفراعنة كانوا بيقدموه قرابين للآلهة بتاعتهم. الفول برضو مذكور في القرآن في قصة سيدنا موسى، وده دليل على انهم كانوا برضو بياكلوه وقتها. اذا الفول أكلة عريقة وأصيلة من قديم الأزل. الفول كان بيعتبر حبة الحظ في صقلية زمان، ولسه لحد دلوقتي برضو بيعتبروه حبة الحظ، وده بسبب قصة لطيفة جدا في تاريخهم. الفول هو بطل القصة. كان في فترة عدت على صقلية زمان كان فيها جفاف رهيب، وما فيهاش اي مطر خالص راضي ينزل، وده اتسبب في ان كل المحاصيل الزراعية اللي عندهم جفت، وكل الزرع مات، وحصلت مجاعة رهيبة. الزرعة الوحيدة اللي صمدت في ظل الظروف القاسية جدا دي كانت زرعة الفول، وبسببها هي اللي أنقذت حياة الناس كلها وقتها. وإحنا النهاردة وبعد مئات السنين لسه برضو هم بيشوفوا إن الفول ده شيء مقدس بسبب القصة دي. لحد النهاردة بيعتبروه حبة الحظ، وعشان كده لحد دلوقتي بيحطوا حبة فول واحدة جوه المحفظة بتاعتهم شايلينها، وكمان بيشيلوا حبوب الفول في دولاب الخزين في المطبخ. ليه؟ لأنهم بيعتقدوا ان ده هيجيب الحظ والبركة، وعمر كده ما الأكل بتاعهم أو بركة الفلوس أو رزقهم هيقل. شفتوا بقى الفول شخصية مهمة وعالمية ازاي؟ نتكلم عليه أكتر بعد شوية. الفول على قد ما فيه فوائد عظيمة جدا، لكن كمان فيه حاجتين لازم ناخد بالنا منهم. الحاجة الأولانية اللي هي مرض أنيميا الفول، أو ممكن ساعات بتتسمى أنيميا البحر المتوسط. المرض ده وراثي وموجود عند بعض الناس، خصوصا اللي عايشين في منطقة البحر المتوسط. اللي عندهم المرض ده ما عندهمش انزيمات معينة في جسمهم اللي احنا محتاجينها علشان نكسر مواد معينة موجودة في الفول في وقت الهضم. في الحقيقة ان اللي بيعانوا من المرض ده ما ينفعش ياكلوا فول او اي حاجة فيها اي مشتق من مشتقات الفول، لانه ده بيتسبب لهم في مشاكل في الكلى وصفرة، وكمان في حالات قصوى بيحصل فيها وفاة. المرض ده وراثي، وعشان كده لو في حد عندنا في العيلة عنده المرض ده يستحسن ان احنا كلنا نحلل،
ونتأكد إذا عندنا المرض ده ولا لأ. لأنه لو طفل رضيع مثلا بيرضع من أمه اللي هي ما عندهاش الأنيميا، لكن هو عنده النوع ده من أنواع الأنيميا، لو أكل من اللبن بتاعها وهو عنده الحساسية دي، ممكن نلاقي بعض من أعراض المرض ده ظهرت عنده، وده ممكن يسبب خطورة لصحته ولحياته. الحاجة التانية هي إن الناس اللي عندهم مشاكل في الهضم أو في القولون بيجيلهم انتفاخ جامد جدا وآلام فظيعة لما بياكلوا الفول. الحقيقة إن درجة الانتفاخ بتختلف حسب الحالة، وعشان كده في منهم بيقدروا ياكلوا بس مش كل يوم زي أنا، وفي بيقدروا ياكلوا الفول المقشور من غير القشرة بتاعته، وفي ناس ما بينفعش ياكلوه خالص بسبب الآلام الرهيبة اللي بيتسببها والغازات الرهيبة اللي بيتسببها الفول في جسمه. ففي الحالة دي يستحسن ان احنا نرجع للطبيب بتاعنا المختص علشان نعرف احنا حالتنا ايه ونقدر نعمل ايه، هل جسمنا يقدر يستحمل شوية منه ولا احسن ان احنا نمنعه خالص. الحقيقة ان الفول بيتاكل بطرق مختلفة مش بس في مصر، كمان على مستوى العالم كله، كل بلد وليها طريقتها في أكل الفول. يعني مثلا في الصين بيتجفف ويتملح ويتباع في الشوارع كنوع من أنواع التسالي، زي كده اللب والفول السوداني اللي عندنا في الشوارع، وكمان بيعجنوه بيعملوا منه معجون مهروس بيستخدموه زي المرقة في الشوربة وأكلاتهم المختلفة. أما في اليونان فهم بيستعملوه كتير جدا في الطبخ عندهم، وفي عندهم أكلة مشهورة جدا بتكون معمولة من الفول والخرشوف. كمان في إيطاليا بيطبخوا الفول مع الريزوتو، والريزوتو ده حاجة كده ما بين الرز ولسان العصفور اللي عندهم. كمان بيضيفوه لأكلات الخضار بتاعتهم المختلفة اللي بتكون خضار مشكل بأنواع مختلفة. احنا في مصر عرفنا وقدرنا قيمة الفول من ايام جدود جدودنا العظماء، وعشان كده احنا ابدعنا في استخدامه في اطباق ووصفات مختلفة. يعني مثلا لما بيكون الموسم بتاع الفول الزرع بتاعه بناكله اخضر، عارفين اللي هو ايه؟ اللي هو الفول الحراتي، بناكله زي التسالي، وكمان برضو بنستخدمه في اكلات كتيرة. فالفول الحراتي مثلا بنطبخ بيه وهو اخضر اكلاتنا الشهيرة جدا زي الرز بالفول الاخضر او شوربة الفول الاخضر، وكمان بنحطه على السلطة وهو اخضر. بنعمل برضو منه الفول اللي هو الفول النابت اللي مليان غذاء وفوائد للجسم مش موجودة كمان في الفول العادي. كمان احنا بناكل الفول في البصارة والطعمية عن طريق ان احنا بنضيف له اعشاب خضرة كتير بتزوده كمان صحة اكتر واكتر. ده بقى كله كوم، وفول الدماسة ده كوم تاني، ده لوحده احنا بنقدمه باشكال مختلفة، زي مثلا زي المشهور عندنا في مصر الفول بالزيت الحار او الفول بزيت الزيتون او الفول بالزبدة او الطحينة او الفول بالخلطة اللي بيكون محطوط عليه توم وليمون وبقدونس والخلطات الكتيرة المميزة اللي حقيقة بتميز كل مطعم وكل بيت، كل واحد يبقى عنده الخلطة بتاعته المختلفة. طب احنا امتى بناكل فول على مدار اليوم؟ معظم الناس بتفطر بالفول او بتتسحر بيه. طيب هل ده الصح ولا احنا ينفع ناكله في كل وقت؟ الحقيقة احنا ممكن ناكل الفول فطار او غدا او عشاء. ايه النوع اللي احنا بنفضله؟ وايه السر بتاع الفول بتاع المطاعم اللي دايما بيكون طعمه مختلف عن البيوت؟ تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده ونشوف الناس قالت لنا ايه وبياع الفول كمان قال لنا ايه. ما
مصرية شهيرة جدا وأصيلة جدا عندنا، لكن هو في السحور الحقيقة إن الفول بيبقى هو الملك بتاع السفرة عندنا في معظم البيوت في مصر. وعلشان كده احنا نزلنا النهاردة علشان نشوف واحد من أشهر محلات الفول في شارع الهرم. عايزين نشوف ايه السر بتاعهم، ليه دايما الفول اللي احنا بناكله في الشارع بيكون احلى بكتير جدا من الفول اللي احنا بناكله في البيت. تعالوا نشوف هما هيقولوا لنا ايه. عايزين نعرف منك شويه اسئله. اولا ايه انواع الفول اللي انتوا بتقدموها عندكم؟ نوع الفول حضرتك اللي بنشتغل بيه هنا بلدي. فول بلدي. فول بلدي. طيب هو ايه الفول اللي احنا المفروض نشتريه في البيوت؟ لان في فول ساعات احنا بنحطه في الدماسه بيبقى ناشف شويه، بياخد وقت كتير في السوى. هو الفول حضرتك اللي ممكن تستخدميه في البيت ممكن فول بلدي، لان هو انضف حاجه بنشتغل بيها او في البيت هو البلدي عامه يعني. طب وايه الانواع الثانيه بتاعه الفول؟ هو الانواع الثانيه عامه هي فول مثلا انجليزي استرالي. حاجات مستورده. حاجات مستورده. هو ده اللي بياخد وقت السوى؟ يعني احنا لما نروح للعطار نقول له عايزين فول بلدي. عايزين فول بلدي. هو نوع واحد؟ هو نوع واحد. اوكي. ده بيبقى شكل الحبه بتاعته عامله ازاي؟ شكل الحبه بتاعته تبقى عريضه. عريضه؟ وبيضه اللون. وبيضه. والحاجات الثانيه؟ الحاجات الثانيه عامه بتبقى فيها منها بني داكن ماشي، ومنها تاني برضو ابيض بس مش ابيض للدرجه اللي هي يعني فاتح شويه. فاتح سنه. اوكي. طيب احنا ايه انواع الفول اللي انتوا عندكم السنه دي بتقدموها جديد؟ فيها خلطه جديده مثلا السنه دي؟ هي حضرتك الخلطه اللي حضرتك اللي احنا بنشتغلها هنا ماشي، يعتبر انا اللي بنزلها. بتتكون مثلا مبهرات ماشي، كمون، شطه، كزبره ماشي، وبنعمل طشه دوم اللي هي الحاجه المعتاده بتاع جاد عامه. وليمون. تمام. طب وايه اكتر نوع من انواع الفول اللي بيتباع بقى عندكم؟ عندنا اكتر انواع الفول اللي بتنباع عندنا هنا الفول الخلطه. فول الخلطه اللي هي خلطه جاد المشهوره. ده اللي هما قاعدين بياكلوا هنا عندكم. طب واللي بيروحوا البيت برضو نفس الطريقه، فول جاهز برضه. مش الفول الساده. لا لا، محدش يشتري فول الساده. لا، قليل جدا. طيب عايز اسالك برضه سؤال تاني. احنا دلوقتي في عندنا، انا شايفه عندكم انواع مختلفه بتاعه الفول، واحنا بناكل تقريبا كل يوم في رمضان. عندنا فول بالصلصه. ماشي، اللي هو يعتبر بتتعمل بطماطم بتتسبك على النار، وبعد كده لما بتتسبك كويس بتحط لها ايه فول. بالنسبه للنوع التاني في فول بالخلطه اللي فيه مسقعه ماشي، في فول بالسجق. وايه الحاجات اللي يعني الاكلات الثانيه اللي الناس بتاكلها جنب الفول؟ اكيد بياكلوا معاه عيش طبعا. عيش، وفي طعميه، وفي بطاطس، في جبنه قريش، في مهروسه، في بيض. طب وايه اكتر حاجه الناس بتطلبها مع الفول عندكم؟ بطاطس، طعميه، جبنه قريش، مقليات. مقليات. بياكلوا جبنه قريش مع الفول؟ ايوه. تمام. ماشي، مقليات، الطعميه، والبتنجان المقلي ماشي، والبطاطس. طيب والمشروبات بقى، هل بيشربوا شاي حاجات سخنه ولا حاجات ساقعه؟ لا، حاجات ساقعه. حاجات ساقعه. غازات. اوكي، مياه غازيه. تمام. طيب عايز اسالك برده سؤال تاني. الفول لو احنا جبناه في البيت وعايزين نخزنه في البيت، ممكن يقعد قد ايه في الثلاجه من غير ما يبوظ؟ هو ممكن يقعد حضرتك مثلا ايه من 24 ساعة. 24 ساعة. ايوه، بس في حالة واحدة ممكن حضرتك تاخدي الفول ماشي، بيكون مثلا هو بتاخديه حضرتك من هنا سخن، تسيبيه بره يبرد، وبعد كده تحطيه في التلاجة لحد تاني يوم. لحد تاني يوم. فيفضل ان احنا نشتريه طازة اول باول. ينفع نحطه في الفريزر يجمد؟ يحطيه في الفريزر يجمد. يقعد قد ايه بقى؟ ده ممكن يقعد فترة طويلة. طب تدينا بقى شوية نصايح كده، عشان احنا بناكل فول 30 يوم في رمضان، مش عايزين كل يوم ناكله بنفس الطريقة عشان بنزهق وبنتخنق منه. فقول لنا كده ايه الحاجات. انت قلت لي ممكن نحط عليه طماطم، ممكن نحط عليه طحينه. ايه تاني؟ ايه الحاجات الثانيه اللي ممكن تبقى حلوه مع الفول؟ هو ممكن حضرتك فول مثلا، شويه فول مدشوش او شويه عدس اصفر مع الفول وهو بيستوي. وايه التوابل بقى اللي التوابل؟ كمون ماشي، كزبره ناعمه، والزيت، والكزبره اللي هي الكزبره بس كزبره، لا مش خضره، ناشفه. ناشفه وناعمه. دي التوابل الاساسيه بتاع الفول. كمون، كزبره، وسنه فلفل اسود. ماشي، وشويه فلفل شطه حمراء. ماشي، وليمون. طب وايه اخبار الفول بالزيت الحار؟ لا، جميل جدا. في فول بالزيت الحار، في فول بالزيت الزيتون ماشي. هل ده عليه اقبال في رمضان ولا لا؟ عليه اقبال زي 90%.
انت جاي تشتري ايه النهارده؟ باخد سندوتشات فول وطعميه، سندوتشات شاورما. هشتري فول وطعميه. فول وطعميه، هتروح بيهم ولا هتاكلهم هنا؟ لا، وانا واقف. وانت هتقعد بره؟ طب ليه ما بتدمسوش الفول في البيت؟ بصي احنا هي بتبقى غاليه بقى، هي اللي تجيبي سندوتشات بره، طعمها احلى يعني. هتشتريوا ايه، سندوتشات ولا علب؟ لا علب. علب؟ بايه بقى؟ ايه الشكل اللي انت هتشتري بيه الفول؟ هتشتريه بالزيت ولا بالطحينه ولا بالخلطه؟ يعني هو يتعمل في البيت عادي. اللي هو الساده؟ اه. من غير اي حاجه، وانت بتروح في البيت تزود عليه حاجه؟ وانا وراها اظبطها. بتحط عليه ايه بقى؟ زيت وطحينه وكده يعني. اوكي تمام. بتاكل ايه مع الفول بقى؟ طعميه، بيض، مقلي بتاع. جبن، زبادي؟ لا الكلام ده بجيبه من اللبان. اه بس هنا انت هتقعد تاكل دلوقتي بره، مش هتروح؟ لا 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 انا هروح بيتي. هتاخد وتروح وبعد كده هتاكل الحاجات دي في البيت؟ تمام. وهتشرب ايه معاه؟ حاجه ساقعه. طب وايه اكتر نوع من انواع الفول انت بتحبيه؟ هو الفول العادي والطعميه بتاعته. هو مشهور هنا بصراحه بالطعميه بتاعته اللي هي بالخلطه بتاعته ولا؟ اه هو بيظبطها، انا بطلب الطعميه وهو بيظبط السندوتش على الاخر. طب وانت بتعمليها في البيت؟ بعملها. بيحبوها؟ لا بصراحه مش زي اللي هنا. رجعنا لكم بعد الفاصل وتعالوا نتكلم على فوائد الفول. الفول الحقيقة انه مليان فوائد كتيرة جدا. الفول غني جدا جدا بالبروتين والألياف، كمان غني برضو بالمعادن والفيتامينات والبوتاسيوم، وده اللي بيخلي الفول وجبة هايلة للسحور لانه بيغذي وبيشبع وكمان صحي جدا للجسم. الفول بيدي صحة للقلب وبيحافظ على مستوى السكر في الدم. كمان الفول فيه مواد معينة بتقوي مناعة الجسم وبتكافح الإمساك لو أكلناه بقشره. طيب إزاي نطبخ الفول بطريقة سليمة في البيت؟ أولا نشتري فول تدميس، اسمه فول تدميس مكمور، وده فول بلدي لونه فاتح. بنقيه الاول كويس قوي، بنجيبه طبعا من عند العطار، ننقيه كويس قوي، نشيل المخروم والاسود اللي موجود فيه، وبعد كده ننقع الفول في مية كتير. ليه لازم ان احنا ننقع الفول؟ مهم ان احنا ننقعه علشان في مواد ضارة جدا بتنزل منه في المية، ده غير كمان ان ده بيقلل من المواد المسببة للغازات اللي موجودة جوه الفول اللي هي بتسبب الغازات والانتفاخ. الحاجة التالتة انه بيقلل من وقت السوى على النار. ننقع الفول 24 ساعة ونرمي المية بتاعته بتاعت النقع او نسقي بيها الزرع لو كان عندنا الزرع، ونغسل الفول كذا مرة عشان نتأكد من نظافته. تابعونا بعد الفاصل عشان نتكلم عن أسرار طبخ الفول في البيت. رجعنا لكم بعد الفاصل وهنتكلم على ازاي نقدر ندمس الفول في البيت بطريقة صحية وسليمة. اولا لازم نتكلم بداية كده عن نوع الفول اللي احنا محتاجين ان احنا ندمسه. الفول اللي احنا محتاجين نشتريه اللي هو احسن نوع اللي هو اسمه فول مكمور، وده فول بلدي ممكن نجيبه من عند العطار. لونه بيكون فاتح. اول حاجة هنعملها بعد ما نشتري الفول ان احنا هنمسك الفول وننقيه، نشوف اذا كان في اي حاجة فيها مخرومة او لونه اسود نشيله ونرميه، والباقي كله ناخده نحطه في بولة كبيرة وننقع او حلة كبيرة وننقع الفول فيه لمدة 24 ساعة. ليه لازم ننقع الفول؟ علشان في مواد ضارة بتنزل منه في المية، زائد ان نقعه بيقلل من المواد المسببة للغازات والانتفاخ، وكمان اخر حاجة النقع بتاعه بيقلل من وقت السوى على النار.
زي ما اتفقنا هننقع الفول 24 ساعة وهنرمي المية بتاعته أو نسقي بيها زرع لو في حوالينا زرع. نغسل الفول كذا مرة عشان نتأكد من نظافته. هنحط الفول في الدماسة وهنحط عليه مية كتير تغطيه فوق يمكن 5 سنتي تقريبا. هنضيف عليه ممكن إضافات زي مثلا البليلة، العدس، الفول المدشوش، كل دي إضافات بتزود الغذاء بتاعه. كمان نزود عليه ممكن جزر وليمون وتوم لو حابين وبصل. كل ده بيدي غذاء زيادة للفول، والليمون كمان مش بيخلي الفول يسود. هنحطه على نار هادية جدا. من الحاجات الجميلة اللي موجودة عندنا في الثقافة المصرية بتاعتنا هو السخان، لأن السخان بيخلي الفول يستوي على نار هادية قوي أو على درجة حرارة هادية جدا. هنطفي النار لما يستوي الفول ونسيبه لما يبرد قبل ما نحطه جوه التلاجة. الحاجات اللي بتخلي الفول يسود هي إننا نفتح الحلة كذا مرة من قبل ما الفول يستوي، أو لما المية بتنقص بنزود الفول مية باردة مش مية مغلية. الحاجات دي بتخلي الفول يسود، وبرضو اللي بيساعدنا على ان هو ما يسودش ان احنا نحط الليمونة بحالها. ممكن نحط ليمونة او اتنين من غير ما نقطعهم بحالهم جوه الدماسة بتاعتي. ده كله بيساعد الفول على انه ما يسودش. لو بنشتري الفول المعلب من البقال فياريت نشطفه قبل ما نسخنه وناكله. بنحطه في مصفى ونفتح عليه المية ونشطفه كويس قبل ما نحطه في الحلة عشان نجهزه وناكله. وكمان ما نشيلوش أبدا جوه العلبة بتاعته الصفيح جوه التلاجة، لأن ده من الحاجات المسممة. من الأكلات الجميلة اللي يستحسن إن احنا ناكلها مع الفول هي الأكلات اللي فيها فيتامين سي. الأكلات الغنية بفيتامين سي بتساعد الجسم على امتصاص الحديد الموجود في الفول. والأكلات دي زي إيه؟ الأكلات اللي احنا بنحطها زي الليمون، زي الطماطم الطازة، زي البصل والثوم والبقدونس اللي احنا طبيعي بنحطه على الفول في الخلطات المصرية الشهيرة بتاعتنا. كمان الكمون بيساعد الجهاز الهضمي على التخلص من الغازات، وده طبعا مهم جدا ان احنا نزوده على الفول عشان ما نحسش بالانتفاخ بعد اكلة الفول. الزيت الحار وزيت الزيتون الاتنين بيدوا الجسم الدهون اللي الجسم محتاجها، واللي كمان بتغذي الجسم بطريقة صحية. الزيوت دي مش بس بتغذي الجسم بتاعنا عامة، لكن كمان بتغذي المخ والقلب بطريقة خاصة. البصل والثوم بيدونا مناعة وبيطهروا كمان الجسم. الخلطات اللي احنا بنعملها للفول باستخدام كل الحاجات دي بيكون مليان خير الطبق بتاعنا وبركة وصحة للجسم. وناخد بالنا بلاش الشاي والقهوة مع الفول، لأنهم ما بيخلوش الجسم يمص الحديد صح من الفول. الفول مع السلطة والعيش البلدي وجبة كاملة ومتكاملة ومش مكلفة زي كتير جدا من الوجبات التانية. ممكن ناكلها على الفطار، على الغداء، على العشاء أو على السحور. ومهم جدا نعود ولادنا على أكلة الفول، ودي عادة مصرية أصيلة وجميلة عايزين دايما نحافظ عليها. نشوفكم الحلقة الجاية على خير وصحة وسلامة وموضوع جديد يهمكم ويهم كل بيت مع برنامجكم نور بيوتكم.